بالله الرحمن الرحيم باسمك اللهم نبدأ وعليك نستعين وطلب التوفيق والنجاح لجميع المشاركين إذا المتابعين الكرام أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة من هنا يتجدد الترحيب ضمن هذه المنافسات وضمن هذه التحديات في هذا المهرجان مهرجان الملك عبد العزيز للهجن. إذا متابعينا الكرام ينطلق شوطنا السابع لفئة الابكار الحقايق ورحلتنا المصاحبة ألا وهي 4 كيلو ما تفصلنا عن النوماس. انطلق وإياكم إلى البداية وإلى انطلاقة فن وتحديات فلاح بنجلوية بن سبعان العجمي من يقدم لنا انطلاقة فن وتحديات فن بينما ثاني الأسماء وثاني الشعارات ينطلق شعار أم محمد بن مبارك بن محمد الراشد من يقدم لنا ود وتحديات ود ينطلق باحثا عن النوماس بينما ثالث الأسماء ينطلق شعار بن ذروة محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري من يقدم لنا وعد هي المنطلقة على المستوى الثالث شعار بن ذروة ورابع الأسماء ورابع التحديات يصل هنالك شعار زايد بن مرسل بن مانع الرزق من يقدم لنا حور بينما خامس الأسماء ينطلق هنالك شعار عبيد بن حمد بن محمد آل فهيد المرية. هكذا النتيجة للخمس المراكز المتقدمة الباحثة عن النوماس الباحثة عن تسجيل نقطة غالية في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميع. إذن متابعينا الكرام ود 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 هي المنطلقة أم محمد بن مبارك بن محمد الراشد من يقدم لنا ود على البداية ولكن هنالك تنطلق فن وتحديات فن فلاح بن جلوي بن سبعان العجمي من يقدم لنا فن ولكن بن ذروة غير إلى ثاني الأسماء من يقدم لنا وحد محمد بن جر الله بن سعيد بن ذروة المرية ينطلقون أبناء الشحانية بتحديات بن ذروة بينما رابع الأسماء ورابع الشعارات تنطلق سهام وشعار سعيد بن بطي بن محمد آل حسنة المرية على المستوى الرابع. خامس الأسماء يصل شعار وهنالك راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المرية من يقدم لنا وزن على المستوى الخامس ولكن شعار الراشد هو المنطلق بتحدياته هو المندفع بتحديات وعد أو ود هي المنطلقة ود وشعار محمد بن مبارك بن محمد الراشد من يقدم لنا ود ولكن ياهي من أسماء واصلة أسماء خلف الخمسة أسماء كبيرة يا راعي ود بن ذروة على المستوى الثاني من يقدم لنا وعد محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة الكيلومتر الأخير كيلو النوماس يا راعي ود يا راعي ود يا راعي ود أهل الطلايب أوصلوا بن ذروة أرسال
هي الوصول، العنود هي الواصلة، العنود حمد بن محمد بن ماجد آل بريص المرية من يقدم لنا العنود. ود ياهي من اسمه، ياهي من اسمه، يا راحي العنود، يا راحي العنود، ارصد ارصد دربه دربه لهذا الوصول والانطلاق. تنطلق دره دره ولكن العنود العنود العنود. وكذلك شعار الحسنة من يقدم لنا سهام سهام سهام، هي المنطلقة هي المنطلقة، العنود على المستوى الثالث. كذلك يصل شعار حمد بن سالم بن حمد آل فهد المرية، ولكن ولكن أبناء الشحانية، أبناء الشحانية، ياهي من أبتار، ياهي من أبتار، يا راعي سهام، يا راعي سهام، السلامات إلى أبناء ميدان الشحانية من قدمت العرض المتميز. يا راعي سهام سعيد بن بطيم بن محمد آل حسن المري. ثاني الأسماء، ثاني الأسماء على ما يبدو لشعار بلش حمد بن سالم بن حمد آل فهيد المري. ثالث الأسماء. إذن متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، التهاني والنوماس لمالك سهام وشعار سعيد بن بطي بن محمد آل حسن المرية. ترسل السلامات إلى أبناء ميدان التحدي، إلى أبناء ميدان الشحانية من قدمت العرض المتميز. ثاني الأسماء، ثاني الأسماء كانت بلشة وشعار حمد بن سالم بن حمد آل فهيد المري. توقيت السهام المركزي الأول. توقيت السهام 6:14، 44 جزء من الثاني. ثاني الأسماء كانت بلشة حمد بن سالم بن حمد آل فهيد المري 6:15، 7 أجزاء من الثاني. ثالثي الأسماء، ثالثي الأسماء شعار وجب بن بندر الاعتيبي مع الحجرة 6:15، 20 جزء من الثانية. رابعي الأسماء، رابعي الأسماء، رابعي الأسماء، هنالك شعار جار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة مع لهابة. خامسي الأسماء فكان شعار حمد بن محمد آل بريص المدري مع العنود. إذن متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أشواطنا متواصلة، شوط يليه الآخر في الفترة المسائية، وتحديات سن الحقائق سن السرعة. متمنين التوفيق والنجاح لجميع المشاركين.